طب انا هستأذنك بس هسجل بس الفيديو واحنا بنتكلم ماشي، عشان بس لو حبينا نرجع له تاني. طيب ماشي. اوكي ماشي. طيب بص يا سيدي، هو هتلاقيه عندك بيج كام في المعاصر، في المين بوك هتلاقيه بيج 190 تقريبا، انت فتحت عليه. طيب شايف الثلاث رسومات اللي هو راسمهم دول، اللي هم دول اللي هم شايفه معايا. بيج 191 ماشي، دول هيوضح معاك القصه. هفهمك انا الاول اريا اند بلين دي اللي هي ايه؟ اريا اند بلين، هفهمك بس معناها ايه ده. بص يا سيدي، هو بيكون عندي مثلا فانكشن كده ولتكن كده مثلا، دي فانكشن، دي لينير فانكشن، بيبقى رسمتها بتطلع لاين كده، بيكون عايز يجيب الاريا اندر ذا كيرف. هو يقصد باريا اندر ذا كيرف مش لازم يكون كيرف، ممكن يكون لاين. هي الفكره ان هي المفروض يتقال عليها ايه؟ اريا اندر ذا كيرف اوف ذا فانكشن، لان ممكن الفانكشن دي تكون ستريت لاين زي لينير فانكشن. طيب الاريا دي يجيبها ازاي؟ يقول لك طب ما نجيب حدودها. تمام؟ مبدئيا الفانكشن دي اف اوف اكس يعني واي، صح ولا لا؟ لما تكون هي واي قال لك ايه؟ نشوف حدودها قصاد ايه على اكس. بص ولتكن مثلا هنا عند 1 وهنا عند 3 مثلا، اوكي؟ يوم يقول لك ايه؟ عايز تجيب الاريا، يبقى انت هتعمل انتجريشن للفانكشن نفسها اللي هي واي، فلازم تاخد الحدود بتاعتك على الاكس. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل انتجريشن من واي تاخد حدودك على الاكس. يعني ايه؟ طبعا ده يعتبر ديفينيت انتجرال. ديفينيت انتجرال يعني ايه؟ يعني لازم تحط حدود هنا، فلما تاخد حدودك تاخدها على الاكسات. تاخدها على الايه؟ على الاكسات. طب انا لو الفانكشن بتاعتي بقى يبقى عشان هي واي باخد انا حدودي على ايه؟ على الاكسات. طب هنا المفروض يكون ايه؟ يكون دي اكس مش دي واي. خد بالك، يبقى انا الحدود بتاعتي او الليمتس بتاعتي عشان ده ديفينيت انتجرال يكونوا اكسات. يعني ده كان اكس، ركز عشان الحته دي مهمه جدا، عشان لما نيجي بعد كده ناخد الفوليومز هيبقى لها نظام تاني. هتلاقي مره الفوليوم جاي لك بيلف حوالين الواي اكسس، ومره بيلف حوالين الاكس اكسس، اللي هو الدرس اللي بعد ده. تمام ولا مش معايا؟ ايوه طيب معاك. فانا دلوقتي انا عايز اجيب الاريا اندر ذيس كيرف، سواء بقى هو لاين سواء هو كيرف سواء بتاع. ففي الحاله دي انا هاخد، لازم اخد الليمتس بتاعتي او الحدود بتاعتي على ايه؟ على الاكسات. والله بقى ونشوف الفانكشن دي اسمها ايه؟ هي وظروفها. نشوف اسمها ايه؟ الفانكشن مثلا اسمها اكس بار 2، هنكتب بدل الواي اكس بار 2 وهكذا. تمام. فاهمني؟ طيب فنشوف مساله على طول اللي هي ايه؟ مرسومه جاهزه قدامك دي. اللي هو عامل لك كده. عامل لي كده. اول واحده عامل لي كده، ده ستريت لاين. خد بالك الستريت لاين لما يكون الاكس بتاعته نيجاتيف، يعني هو كاتب لك ايه؟ اف اوف اكس، طبعا اف اوف اكس اللي هي واي، خد بالك عشان لو كتب لي واي ما قلقش. يعني 5 ماينس هاف اكس، انت عارف ان الهاف ده هو السلوب، دي لينير فانكشن، فالهاف النيجاتيف هاف ده هو السلوب. طالما السلوب بتاعك نيجاتيف اعرف ان اللاين هيطلع عامل كده. لو الرقم ده كان بوزيتيف اللي هو جنب اكس ده، الكوفيشنت بتاع الاكس ده لو كان بوزيتيف اعرف ان اللاين كان هيطلع عامل كده مش كده. انت معلش معايا؟ أي حلو. ماي طيب هو انت عايز ايه بقى؟ انت عايز تجيب الاريا مش تحت اللاين كله، اكيد مش هيجيبها تحت اللاين كله، ده اللاين ده ملوش نهايه من هنا وهنا، هو عايز يجيبها تحت حته معينه. طب الحته المعينه اللي انت عاوزها منين يا سيدي؟ هو عامل لي كده لما رسم الفانكشن بتاعته طلعت عامله كده. هو عايز يجيب لي الاريا من منطقه معينه، اللي هي منين؟ من عند ال 1 لحد 6. انت عايز الحته دي بس، صح؟ حلو. طب ما الاريا هي الايه؟ هي الانتجرال، بس ديفينيت انتجرال. يعني ايه ديفينيت انتجرال؟ المفروض ان انا اكتب هنا واي اللي هي الفانكشن بتاعتي اللي هي اف اوف اكس، يعني تكتب واي تكتب اف اوف اكس، مش فارقه، ما كلمه واي هي اف اوف اكس. لازم اكون مؤمن بالحته دي ان واي هي 5 ماينس هاف اكس، يعني اف اوف اكس ايكوال الكلام ده، هي واي ايكوال الكلام ده. انت معايا يا عمور ولا مش معايا؟ الو. طيب انت نمت من اولها ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. طيب وان طيب فانا كل ما علينا ناخد الفانكشن بتاعتي دي. لا طيب الخط بيقطع خاطر. طيب ماشي كده كويس. طب الصوت ولا ايه ظروف؟ اوكي كويس. ولا ادخلك تاني على البتاع؟ طيب ماشي.
بص لا بقى لا يا سيدي، كيف بقى. تمام، احنا اتفقنا الانتجريشن بتاعنا هيبقى with respect to x يعني دي اكس. طيب الحدود بتاعتي منين يا سيدي؟ طبعا احنا عارفين ان 5 اكس ماينس و 12 اكس دي هي واي اصلا، فلازم حدودي تبقى اكسات. حدودي اكسات من كام؟ من 1 ل 6. طيب الديفينيت انتجرال انا كنت بحسبه ازاي؟ انا بحسب الانتجرال بتاعي عادي جدا، وبعدين ابتدي احط له ايه؟ احط له الليميتس بتاعته، يعني بقوم عامل كده الانتجرال بتاعي جوه براكت كده، واحط له ايه؟ الليميتس بتاعتي من 1 ل 6. طب انا بعمل ده انتجرال ازاي؟ النمبر اللي ما فيهوش اكس بحط له اكس، ايوه صح ولا لا؟ فاهم. طب الاكس هتزود الباور 1 بقت اكس باور 2، صح؟ وهتعمل ديفايدد الباور الجديده، مين اللي ديفايدد الباور الجديده؟ اللي هو النيجاتيف هاف هيتعمل ديفايدد الباور الجديده اللي هي 2، هيديك نيجاتيف كوارتر، ولا انت مش معايا؟ ايوه ما حضرتك. رجعت تاني الحته دي، الانتجريشن فيه مشكله بالنسبه لك؟ لا 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 كده بتزود الباور 1 نيجاتيف اكس باور 1، زودها انت 1 بقت 2، ايوه ترجع تعمل الكوفيشنت ديفايدد الباور الجديده، تقوم عامل نيجاتيف هاف ديفايدد 2 الجديده، طلع لك نيجاتيف كوارتر. طب الديفينيت ايوه انتجرال كانوا بيعملوه ازاي؟ هتعمل سبستيتيوشن مره بال6، يعني تعوض مره ب6 ماينس، يعني تعمل انت بص عشان ما تنساش ماينس كبيره في النص كده، وانا بصراحه بحب تشتغل جوه براكت عشان ما فيش اي مجال للخبطه، والبراكت يفضل يكون مربع كده فلو في اي براكتس مدوره جوه، يعني عايزك في الديفينيت انتجرال تعمل لي البراكتين دول كده وبينهم ماينس وكالكليتور تمام. وتظبط نفسك. طيب 5 حط لي بدل الاكس ايه؟ 6. ما اكس تحاولش تحسب حاجه بدماغك، مع احترامي لدماغك، ليه؟ لان ممكن اغلط انا في ساين معينه في النص ضاع الدنيا معايا. طيب فانا ليه يا عم احسب بدماغي ليه؟ شكرا، انا هعمل براكت كبير كده وبراكت كبير بينهم ماينس، لان الديفينيت انتجرال بيقول لك ايه؟ عوض مره ب6 ماينس عوض مره ب1، تطلع الاجابه على طول. انا هكتبها كلها ببراكتاتها بسلطاتها بابا غنوجها وتطلع الكالكوليتر زي ما تطلع، فاهمني؟ اه كوارتر والاكس باور 2 يبقى 6 باور 2، ترجع تكتب نفس الحوار ده هنا بس تعوض بايه؟ ب1، او 5 تايمز 1 ماينس كوارتر وهنا 1 باور 2. بس هتحسب الليله دي كلها زي ما على الكالكوليتر كده، والبراكت اللي تفتحه وتقفله وما تنساش، قام تطلع على طول ايه؟ انا علشان كده كده تجيب المين بوك برضو على اساس ايه؟ الانسر، بدل ما نقعد نحسب على الكالكوليتر ونضيع وقت، لا المحسوبه جاهزه اهي، طلعت 16، ايوه انت فاهمني؟ المين بوك بيبقى لابم لك كل الافكار وبينجز معانا في حاجات كتير، بدل ما نقعد نحسب بالكالكوليتر، بدل ما نقعد، لا على طول. طب 16 اند 4 طبعا هتكتب سكوير يونت، لان انا مش عارف هي سنتيمتر سكوير ولا هو ليه بيقول سكوير يونت؟ لان انت ممكن يكون الاريا دي موجوده على حته مثلا قد وسنا مثلا، انت فاهمني؟ فانت كده فممكن تكون بالمتر سكوير وممكن تكون بالكيلومتر سكوير، فبراح دماغه يقول لك ايه؟ سكوير يونت، بعد ما او يكتب ايه؟ السي يعني سكوير يونت. انت معلش معايا؟ مع حضرتك. طيب اللي بعديها نفس القصه. اه طب نشوف كده ايه ظروف الكيرف اللي بعده ده. فيها مشكله المساله اللي فاتت دي يا عمور، ولا صعبه ولا لا سهله؟ لا لا طب سهل. الحمد لله، طب الحمد لله. طب شوف اللي بعدها دي جايب لي كيرف عامل ازاي. اه خد بالك الكيرف اللي بعده ده منه باور 2، الباور 2 بتطلع بارابولا. بارابولا يعني ايه؟ يعني تلاقي الكيرف بتاعك عامل كده طالما المساله فيها باور 2، وفعلا ده اللي حصل، ده اللي حصل. لقينا الكيرف عامل ازاي؟ الكيرف بيقول لي اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3. شايف الماينس 3 اللي في الاخر دي؟ برضه انا بعرفك ليه، عشان احنا بعد كده هنبقى مطالبين ان احنا نرسم الكيرف. شايف مش هو بيقول لك الاف والاكس جايبها لك بايه؟ جايبها لك باكس بار 2 بلس 2 اكس ماينس 3. انا برضه عايز اعرفك كيرف زي ده ترسمه ازاي؟ شايف النيجاتيف 3 اللي في الاخر دي؟ اعرف اولا اكس بار 2 طالما بوزيتيف، اعرف ان الكيرف هيبقى عامل كده مبدئيا. طالما الاكس بار 2 دي بوزيتيف، اعرف ان الكيرف هيبقى بص لفوق كده. طيب الحته الثانيه، لو نعم، الايه تاني كده، لو التاني كده لو الاكس بار 2 دي بوزيتيف، بص مش الاكس بار 2 دي جايه بوزيتيف، يعني لو جالك اكس بار 2 اعرف ان الكيرف هيبقى عامل كده، لو جالك نيجاتيف اكس بار 2 اعرف ان الكيرف هيبقى داون بورد يعني عامل كده، ده مبدئيا. تمام. تمام. طيب الكلام ده انت خدته في سنه تانيه بس ممكن تكون نسيته شويه، بس بنراجعه تاني تاني لكن تاني تانية ثانوي. تانيه ثانوي. اه بس مهم جدا. ما الفكرة إن إحنا ما يعتبر ما خدناش حاجة في تانية ثانوي عامة. هو بس كان عشان الكورونا او الدنيا قفلت وبتاع، معلش مش مشكله، حصل خير. بس احنا كده كده ايه، انت عارف الماث اكوميوليت تراكميه، فلازم لو حاجه قديمه حتى لو انت ما خدتهاش لازم نقولها تاني معايا. أيوة طيب تعالى بقى النيجاتيف 3 اللي في الاخر دي بتبقى ايه يا باشا؟
ايه هي؟ الواي انترسبت. يعني ايه الواي انترسبت؟ الكيرف عامل كده بس لازم هيقطع لي الواي هنا اهو عند نيجاتيف 3. ولو انت لاحظت على الرسمه اللي عندك فعلا هتلاقيها قطع عند نيجاتيف 3، شايف؟ طيب الفيرتكس بتاعته كان بيجيبوها ازاي؟ شايف الكوفيشنت اللي جنب، يعني يقول لك نيجاتيف بي اوفر 2 ايه؟ يعني ايه نيجاتيف بي اوفر 2 ايه؟ شاف ال2 اللي جنب الاكس دي؟ احنا عارفين ان ده كان اسمه ايه؟ وده اسمه بي وده اسمه سي. ايوه درس ماشي. صح كده؟ يقول لك نيجاتيف بي اوفر 2 ايه؟ يعني ايه؟ يعني نيجاتيف 2 اللي هي البي اوفر 2 ايه؟ ال اللي هي ب1. فاهم حاجه في اللي انا عملته ده ولا مش فاهم؟ ايوه فاهم. لو انت حسبت الليله دي هتلاقي نيجاتيف 1. يعني معناها ايه؟ الاكس بنيجاتيف 1 لازم نجيب لها واي، لان دي فيرتكس يعني نقطه اللي بدات اللي هي دي اللي بدات منها الرسمه. فانا لازم اكون عارف الكوردينتس بتاعتها. يعني هي نيجاتيف 1 وكام؟ بسيط، بنجيب الاكس بتاعتها بالرول دي. نجيب الواي بتاعتها ازاي يا سيدي؟ الواي تعوض هنا، مش دي معروف ان اف اوف اكس معناها واي؟ اف اوف اكس معناها واي، صح؟ عوضنا على كل اكس بنيجاتيف 1 اهو، يبقى نيجاتيف 1 باور 2 بلس 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 3. تحسب الليله دي كلها تطلع لك كام؟ ادي 1 ماينس 2 نيجاتيف 1 تطلع نيجاتيف 4. يبقى معنى كده ان الفيرتكس بتاعتك، انا ليه بعلمها لك؟ بس عشان لو هو جابها لي مش مرسومه، لو هو جابها لي ايه؟ مش مرسومه. ما هو هنا جاي كويس وجابها لي مرسومه، المفروض جابها لي مش مرسومه. هو قايل لي فايند ذا اريا اندر ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3. لو انا ما عرفتش ارسمها بطل، مش هعرف احل. فاهمني؟ ليه بقى؟ هو بصراحه مش هعرف احل، هعرف احل برضه. بس ايه؟ يعني لما يكون المرسومه افضل، تبقى الرسمه اوضح قدامك وباين الليميتس بتاعتك والدنيا حلوه. تمام؟ طيب في حاجه كمان بقى، يبقى الفيرتكس بتاع المساله دي هي من نيجاتيف 1 اهي مع نيجاتيف 4 اللي هي هنا. التقابل بتاعهم فين هنا؟ حلو. يعني الرسمه هتطلع عامله كده وعامله، من الفيرتكس اللي بدات من الرسمه البارابولا هتطلع عامله كده. طب البارابولا بتاعتك هتقابل، انا ليه خد بالك انا بركز لك برضه على الرسمه؟ مش قصه ثالثه ثانوي خالص، قصه لو انت دخلت ان شاء الله هندسه معايا، فرسومات الفانكشنز دي لازم تكون عندك في كليه هندسه زي التايم تيبل كده. يعني اللي هو بترسمها كده كان واحد بيقول لك 2 تايم 3 ايكوال كام؟ انت معايا؟ ما ينفعش تقف تسال الدكتور تقول له هدي ارسمها ازاي؟ انت فاهم؟ ما ينفعش خالص. فهمت؟ انت مش ممكن هتسال السؤال ده، ما تقدرش تساله. انت فاهمني؟ فانت لازم هنا اكون عارفها ارسمها ازاي؟ مفيش مشكله، هي رسمتها مش صعبه. اولا النيجاتيف 3 دي واي انترسبت ايه؟ اولا الفيرتكس جبناها ازاي؟ نيجاتيف بي اوفر 2 ايه؟ قلنا جايبين نيجاتيف 1 وعوضنا، جبنا النيجاتيف 4، يبقى الفيرتكس بتاعتي نيجاتيف 1 نيجاتيف 4. تمام. الحته الثانيه، طب الرسمه دي هتقطع اكس في ايه؟ ماشي، هي قطعت الواي في نيجاتيف 3، حلو. طب بتقطع الاكس في ايه؟ بتقطع الاكس في ايه؟ طب عايز اعرفك برضه حاجه، ايه اللي خلاها قطعت الواي في نيجاتيف 3؟ قال لك لانك لما تيجي تجيب الواي انترسبت، يعني عايز تشوف الرسمه بتاعتك بتقطع الواي في ايه؟ حط الاكسات بزيرو. ليه؟ لان انا الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ واي ايكوال اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3، صح؟ حط الاكسات بزيرو. لو انت حطيت الاكسات بزيرو ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي كده، هتلاقي الاجابه طلعت في الاخر ده ضاع وده ضاع، 2 تايم زيرو بزيرو، هتلاقي الاجابه طلعت ايه؟ نيجاتيف 3. عشان كده ده الواي انترسبت، يعني فعلا قطعت الواي عند نيجاتيف 3. بس قال لك للتسهيل اخر رقم اللي ما فيهوش اكس ده هو الواي انترسبت. يعني الرسمه بتاعتي وهي ماشيه هتعدي على نيجاتيف 3 بتاعت الواي. ايوه تمام. معايا يا عمر؟ فهمني؟ طيب عايز اجيب اكس انترسبت، نفس القصه، انت في واي انترسبت كنت بتقول لي حط الاكس بزيرو، صح؟ طب اكس انترسبت احط انا بقى الواي بزيرو العكس. يعني طب انا ثانيه واحده، انا لما احط الواي دي بزيرو، معلش انا همسح الحته دي بقى ولا فيها اي اسئله؟ لا لا ماشي. تمام. انا لما احط ال هذا لما انا احط الاكس بزيرو، يبقى انا كده عرفت لما عايز اجيب الواي انترسبت احط الاكس بزيرو. طب عايز اجيب واي انترسبت احط ال حط الواي هي اللي بزيرو، اسيب اكس انترسبت احط الواي هي بزيرو. يعني ايه؟ انا احط بدل الواي دي زيرو، احط بدالها زيرو. طب انت لو حطيت بدالها زيرو، طب ايه المانع ان انا بدل ما اكتب ايكوال زيرو من هنا، ايه المانع ان اشيلها واكتبها من هنا؟ تمام؟ عرفت ليه بقى دايما المدرس يقول لك ايه؟ خدها سواء بزيرو تطلع الاكس انترسبت. هي دي الفكرة الرئيسيه. فكرتها الرئيسيه ايه؟
ان الفانكشن اصلا كان اسمها واي، عشان ما بحبش الحفظ، احب تبقى فاهم جت منين الدنيا. لو انت فاهم جت منين اي مساله هتجي لك هتبني عليها. الاساس ان انا ايه، عشان اجيب الاكس انترسبت انا لازم احط الواي بزيرو. طب انا لما احط الواي بزيرو يعني احط بدل دي زيرو، طب ما انا بدل ما اكتب ايكوال زيرو كده طب ما اكتبها من هنا، فظهر لي كوادراتيك ايكويشن. كوادراتيك ايكويشن انا ممكن اعمل لها فاكتورايز بالكالكوليتور بمود 5 3، صح؟ ممكن اعمل لها، عارف موضوع مود 5 3 ولا مش عارفه؟ ايوه عارف. طب لو انا مش عارف مود 5 3 اعمل فاكتورايز عادي اهو، اكس واكس، بس مود 5 3 منجزه لان بتطلع لك الاكسات بكام على طول من الاخر. ادي اكس يا سيدي وادي اكس، وال3 هتبقى 3 في 1، وده هيبقى ياخد الساين بتاع النص، وده العكس، يعني هتطلع الاكس بنيجاتيف 3 والاكس ب 1. انا كنت قايل لك ان الفانكشن دي قطع الواي عند نيجاتيف 3، هي كده عارف هي قطع الاكس عند ايه؟ عند 1 ونيجاتيف 3، يعني وهي ماشيه طالعه كده هتقوم قطع لي هنا عند 1 وهتقوم قطع لي هنا عند نيجاتيف 3، وفعلا ده اللي حصل. بص كده لو انت بصيت على الرسمه المرسومه قدامك هتلاقي الرسمه فعلا كده. طب موضوع الاكس انترسبت ده مهم معايا، مهم جدا مهم جدا. ليه؟ لان انا دايما بعمل انتجريشن للفانكشن، يعني بعمل انتجريشن للواي، وعايز الليمتس بتاعتي تكون على الاكس. معلش معايا، فانا لازم اعرف حدود الرسمه بتاعتي منين؟ على الاكس. طيب حلو، دي دلوقتي الكيرف بتاعنا اللي انت حاططه لي. طب ما كده سهله بقى القصه خلصت، انت عايز تجيب الاريا بتاع ده، حاضر انتجريشن اهو خلاص. من كام بقى الليمتس بتاعتي منين؟ الليمتس باخدها من على الاكس من راح تيجي روان للاستارت بوينت، نيجاتيف سيلي لا من نيجاتيف 3 ل 1، ما انا لازم اعمل السكوار نيجاتيف سيلي الكبير، روان لازم ايوه السكوار تحت الكبير فوق معايا، تمام؟ طيب وفين الفانكشن اصلا؟ هي الكيرف ده، هو الكيرف ده صح كده؟ الكيرف ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ده، كان اسمه اكس بار 2 بلس 2 اكس ماينس 3، صح ولا لا؟ صح. الكلام ده كله دي اكس صح؟ with respect to x. طب حلو، طب احنا عارفين ان الانتجريشن بتاعنا انا بعمل كده اهو، اشتغل بقى على ده، حدوده من نيجاتيف 3 ل 1. طيب انتجريشن كنت بعمله ازاي؟ بزود الباور 1 واعمل ديفايد الباور 2، هنا كان في 1، ازود الباور ده يبقى باور 3، ونعمل ديفايد الباور كده يبقى 1 اوفر 3 اكس باور 3، صح؟ تمام معايا يا عمر ولا عادة تاني؟ ايوه معايا حضرتك عارف. ازود هنا الباور 1 ده 2 اكس باور 2 ديفايدد الباور الجديده 2 ديفايدد 2 ب 1، عاملها ستيب باي ستيب ولا انت فاهم انا بعمل ايه؟ لا عارف فاهم. زود الباور 1 بقت 2 انا كنت ايوه 1 بنعمل انا كنت 1 ديفايدد الباور تمام، هتطلع 1 ال 1 ما بيتكتبش بقى كده بقت اكس باور 2. طيب والماينس 3 ما بتتشالش زي الديفرنشيشن، ما بتتشالش زي الدريفيتيف، ده بيتحط لها اكس ولا ايه؟ ايوه عارف حلو. ايوه طيب مفيش بقى كونستانت بتاع الانتجريشن، ليه؟ لان انا دلوقتي ديفينيت انتجريشن ما فيهوش كونستانت، بيتشال. طيب اول ما عملت الحركه دي عشان ما لخبطش نفسي اقوم فاتح البراكتين الكبار اهو، ماينس كبيره كده في النص اهو، بس تريح دماغك كالكوليتور على طول. كل ما عليك براكتات يبقى 1 اوفر 3، افتح براكت حط فيه بقى 1، كل حاجه افتح لها براكت وريح دماغك خالص، ما تقعدش تقول ان النيجاتيف في بوزيتيف بنيجاتيف والباور 2 بتبلع النيجاتيف والباور 3 بتسيب النيجاتيف، ما توجعش دماغك، ما توجعش دماغك. هي الماده طويله خلقه وصعبه، فما فيش انا بقى ما اقعدش انا ايه ارهق دماغي انا في الحاجات دي، انت معايا؟ والباور 2 بتلغي النيجاتيف، ولا والباور 3 بتسيب النيجاتيف، ولما تكون الباور 8 بتسيب النيجاتيف، ولما تقول ليه يا عم انا قاعد احضر دكتوراه في ازاي احل المساله، انت فاهمني؟ لا انا الحاجات الاخيره دي كالكوليتور هي تشيلها وخلاص، كفايه عليها قوي، كتر خير الدنيا ان انا بذلت مجهود في الحاجات اللي فوق دي، هي دي الشغل، انت فاهمني اقصد ايه؟ اي بس في ناس يقول لك لا عشان ما يلغيش دماغي، وانت جاي تختبر دماغك في الامتحان، هتيجي تغلط في ساين وافرض الامتحان جه تشوز ولا حاجه، هتغلط انت ما في هو ساين الامتحان هيجي تشوز، فغالبا هنعمل ده كله بالكالكوليتور اصلا. طيب فانت مش هتوجع دماغك بقى، واصلا الانتجريشن له زرار بصراحه على الكالكوليتور، بس انا ايوه بس انا ليه بعلمك تعملها كده؟ اذ ربما يعني في اولى ثانوي وثانيه ثانوي بيجيب لهم اي سي كويشنز في الامتحان، كان الاول الامتحان كله تشوز، لما عملوا لهم امتحان التجربه اللي فات ده جابوا لهم فيه اي سي كويشنز. اي سي كويشنز يعني انت بتتكلم في ايه؟ في ان في امتحانات في ما اكيد في الماث في مساله مطلوبه منك بستيبس، فاهمني؟ فانا عمرك فانا لازم اكون عارف برضو الستيبس، ما ينفعش كله على الكالكوليتور، انا الكالكوليتور بخليها للحسابات الاخيره دي، انت فاهم قصدي؟
وعاوز يبقى انا عاوز مره ب1 وعاوز مره بنيجاتيف 3، يبقى 1 وادي نيجاتيف 3 باور 3، والكالكوليتر تتعامل بقى ماينس 3 ونيجاتيف 3. تمام، انت فاهم انا بعمل ايه؟ أيوة. تكتب الليله دي كلها زي ما هي بالبراكتاتها كده وتطلعها، تقوم طلع لك الاريا بتاعتك. ماشي؟ طيب تمام. لو جينا بصينا بقى على ايه؟ طيب ليه علامه الابسوليوت فاليو صحيح اللي هو حاططها لك، في علامه ابسوليوت فاليو حاططها لك هنا كده. في علامة ليه بقى علامه الابسوليوت فاليو ده؟ بيقول لك ليه؟ عشان النيجاتيف اللي جنب السري برافو عليك. لا، عشان اصلا الكيرف بتاعنا نازل قصاد نازل تحت ال النيجاتيف بارت، النيجاتيف فالنيجاتيف الراسر. بارت يعني معناها الواي هنا المفروض نيجاتيف، يعني ديف اوف اكس نيجاتيف، ودي ايوه. اريا، ودي اريا انا مش عايزها، مفيش اريا بالنيجاتيف، يعني انا عايز الاريا تطلع بوزيتيف. فقال لك نامن نفسنا ونحط علامه الايه؟ الابسوليوت فاليو، لكن هي بابسوليت. ملهاش لازمه في ايوه. القصه كلها. انت فاهمني؟ طيب تمام. هو برضه عايز يقول لك ايه؟ لان هي تنفعك في اخر ستيب. ليه بقى؟ لان انت لما هتعمل الاجابه دي هتقوم طالعه نيجاتيف، فاهمني؟ هتقوم طالع الاجابه دي ايوه كلها هتطلع نيجاتيف، فانت شيل النيجاتيف، لان عايز في اعمل لها الابسوليت. ايوه في الابسوليوت فاليو هتشيل، يعني شيل النيجاتيف، الاجابه لازم تطلع في الاخر، لازم امن ان الفاينل انسر طالعه يا سيدي بوزيتيف. معلش معايا؟ طيب تعالى بقى على المساله مظبوط. اللي بعديها. حلوه، حلوه قوي، يعني الثلاث مسائل دول ما جايين في اكزامبل 1 بس، ايه بس حلوين يعني، شاملين حاجات كويسه. تعالى بقى اللي بعدها دي، مسألة جميلة. ليه بقى؟ أقول لك ليه. لأن دلوقتي الرسمة اتقسمت لتو بارتس، أو الأريا بتاعتي اتقسمت لتو بارتس. إزاي؟ وانا اسمها نصين. تمام. بص بقى، طب أنا هتخيل يا سيدي إن أنا إيه؟ إن هو يا عم مش جايب لي الرسمة وأنا هرسمها. الرسمة دي بتاعت إكس بار 2 ماينس 4. إكس بار 2 ماينس 4 دي نرسمها إزاي؟ دي كانت في تانية سنة. بص يا سيدي، لما أقول لك إكس بار 2 رسمتها بتبقى عاملة كده، من عند اكس بار 2 وتعمل بارابولا بس فوق كده من عند الزيرو، دي اكس بار 2. طب شايف ماينس 4 اللي اتحطت دي؟ نعم. الماينس 4 دي معناها ان الرسمه نزلت لتحت عند الفوق، بقت مشيت كانك مسكتها بالماوس كده بتاع الكمبيوتر ده فايل ومشيتها، بقت هنا، فبقت الرسمه عامله كده. عرفت ليه اكس بار 2 ماينس 4 عامله كده؟ طيب بالمره بقى، افرض كانت الماينس 4 دي جات لك جوه براكت، الكلام ده كله ماشي في ثانيه ثانوي بس مش مشكله، عادي يعني مالكش دعوه، انا راجع تاني انت طبعا في ثالثه ثانوي دلوقتي مخك كبير، فهتلاقي الحاجات دي بالنسبه لك لعبه عيال يعني. طب اكس ماينس 4 برضه يقول لك لما يكون في براكت يقول لك اعكس ده، عشان لو جات لي المساله كده في امتحان اعكس ده، خليه انت ايه بوزيتيف 4، وما تحركش الرسمه على، احنا هنا حركناها على الواي اكسس، يعني نزلت فين؟ نزلت تحت، احنا على الواي اكسس. لا، قال لك في الحاله دي حرك الرسمه بتاعتك يا برنس على اكس اكسس. يعني ازاي؟ الرسمه الاصليه او البيرنت فانكشن كانت فين؟ كانت هنا وعامله كده صح؟ ها؟ حركها لي يمين كده عند الفوق. فاهم، فاهم حاجه؟ النقطه دي اللي بتتحرك، النقطه دي بتتحرك اللي هي البيرتكس، والدراعين دول بيتحركوا معاها. بص شوف الرسمه عامله ازاي؟ معلش معايا يا عمر؟ بس ايوه، بس هو هنا برضه مخليها لمسه النيجاتيف 4. ما انا لسه جاي لك، بس اصبر سيبك من الرسمه اللي هو جايبها، انا بس بفهمك ايه، براجع على الفانكشنز، انا براجع بنتهز المناسبه دي وراجع على الفانكشن معايا، عشان لو جات لنا يعني مش بدي المساله نفسها انا، عشان ايه؟ طب هي جايه لي كده دلوقتي، طب جات لي كده في الامتحان اقول له ما خدناش. انت فاهمني اقصد ايه؟ يعني انا مش ايوه بشرح لك المساله نفسها، انا لو في فكره مرتبطه فيها بقولها لك بالمره. انت معايا يا عمورة؟ طيب معقول. انا ده نظامي دايما في الشرح كده، يعني الدنيا تقول لك دايما كده، لو في حاجه مرتبطه بالمساله بقوم قايلها، عشان اما تصادفني في امتحان بعد كده او تصادفني في اي مكان تاني ابقى انا عارف. طيب تعالى بقى دلوقتي. طب حلو قوي، يعني دي كده رسمه ايه؟ انت فهمت طب انا رسمت دي ازاي؟ وزي ما قلت لك اي رسمه منهم عايز تجيب هي قطعت الواي في ايه، حط الاكس في 0، يعني حط بدل الاكس في 0 0 ماينس 4 قول تو ذا باور 2 هتديك 16، يبقى الرسمه دي اعرف يا باشا انها تبقى قطع هنا عند 16، قطع الواي عند 16. انت معلش معايا؟ ما حضرت. فهمت ال 16 دي جت منين؟ عملنا حطينا الاكس بزيرو. 0. تقوم جايب ايه؟ لان دي اصلا اسمها واي، وانا لما احط الاكس ب 0 اللي هيطلع دي هتبقى الانسر بتاع الواي، يعني واي انترسكت. ايوه. طيب نرجع بقى لمسالتنا يا باشا، نرجع لمسالتنا. احنا كده فهمنا ايه؟ يبقى هو كده ممكن يجيب لي السؤال ده ويقول لي ايه؟
the area او بيقول في choose مثلا the area under the curve of the function f of x equal x bar 2 minus 4 equal what؟ طيب x bar 2 minus 4 المفروض ان هي رسمتها كده. قلنا هتبقى الفانكشن كانت كده ونزلت تحت بقت كده، صح ولا لا؟ نعم. عند الماينس 4 بس هو قام جاي قطعها لي هنا كده، قام شايل لي الحته دي. لما يجي يقول لي بقى، لما يجي في الامتحان عايز يقول لي ان هشيل لك الحته دي، يقول لك ايه؟ يقول لك وير اكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1. ايه يا عم الكلام ده؟ يعني عايز يقول لك الرسمه اصلا عامله كده، بس تعالى لي من عند نيجاتيف 1 كده اهو، لو انا دخلت في خط هنا عند نيجاتيف 1 خد لي الجزء الاكبر من نيجاتيف 1 ده من الرسمه، يعني من اول هنا وامسح لي الحته الباقيه، فاهم حاجه؟ عرفت هو خلاني رسم، هو رسم الرسمه دي ازاي؟ هو رسمها عشان هي ايه؟ تاني 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 هو هيجي يقول لك ان الفانكشن اسمها اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 4، وهيكتب لك جنبها كده جمله كده يقول لك اكس جريتر ذان ايكوال نيجاتيف 1. ليه كتب لي المعلومه دي؟ ان اكس باور 2 ماينس 4 المفروض رسمتها تطلع ازاي يا باشا؟ تطلع رسمتها كده. هو عايز يقول لك ان انا عايز امسح حته من الرسم، طب يمسح بناء على ايه؟ شايف اكس جريتر ذان نيجاتيف 1 دي؟ تقوم انت حاطط القلم عند الاكس بنيجاتيف 1، ادي النيجاتيف 1 بتاع الاكس ايه صح؟ أي حط قلمك عليها كده. انت عايز جريتر ذان، جريتر ذان يعني انا عايز الحته اللي على يمين القلم. تمام؟ أي وامسح لي محفظ الحته اللي على شمال القلم. انت معايا ولا مش معايا والله؟ أي محفظ الكلام ده مهم جدا في كليه هندسه. شوف عشان ان شاء الله ما تخش هندسه تفتكرني، وانا برضو اللي هدي لك. معايا؟ ان إن شاء شاء الله. الله طيب بص هتفتكر، انا افتكر الكلام ده، انا عاوز اقول لك فاكر يا عمر لما اديتك الساعه 11 ونص وبقيت عمال اعمل لك البتاع ده ايه؟ مهم جدا يا عمر الحاجات اللي انا بقولها دي. مش ايه فرحتي اه الرسمه مرسومه، طب افرض ما جابليش الرسمه مرسومه، ابقى انا اعمل ايه ان طبعا شاء الله؟ اغلب الاسئله ما كانش جايبهم ما مرسومين كانتش اصلا. رسمه مرسومه، فانا لازم اعرف ارسمها. وبعدين ان شاء الله ما تخش الكليه ما فيش حاجه اسمها رسمه مرسومه يا معلم. في هندسه ما فيش حاجه اسمها رسمه مرسومه. هو هيجي يقول لك هات لي الاريا اندر ذا كيرف اوف اكس بار 2 ماينس 4 اكس جريتر ذان نيجاتيف 1 ويسيبك بقى تعيش. ما بتعرفش ترسم خلاص اتكل على الله واسقط في الماده وخلاص. انت فاهمني؟ بس فده نيجاتيف 1 يعني انت عايز الجزء ده. طب لو كان قال لي اكس ليف ده نيجاتيف 1 يعني انت كنت عايز الجزء الرفيع ده بس، كنت هتمسح كل ده. انت فهمت تمام. الحته دي بتاعت اكس جريتر ذان نيجاتيف 1 دي فايدتها ايه؟ طب تمام. بس هو الاكس جريتر ذان نيجاتيف 1 دي هو بيقولها. هو بيقولها لك في المساله اه، يقول لك وير اكس جريتر ذان نيجاتيف 1. لو ما اصل هو قالهاش، في لو المساله ما دي قالهاش ما يبقى كانش، عايز الرسمه كامله زي هو في المساله المساله اللي دي ما قبلها. كانش بس ماشي. ايوه ها؟ ايوه خلاص فين. لا زي المساله اللي قبلها ما يقولهاش، ما يقولكش اكس جريتر ذان نيجاتيف 1. هو هنا هقلها، فده انه مثلا هتبقى. طيب هو عايز بقى يقول لك ايه؟ هيقول لك السؤال هيجي لك ازاي؟ Find the area included between، خلاص included between يعني او bounded by، محصوره بواسطه the curve of the function f of x equal x power 2 minus 4 where x greater than or equal negative 1 اللي هو الحته دي and the line، and the line خد بالك بقى x equal 4. ايه يا عم the line x equal 4 ده؟ في line اسمه x equal 4؟ اه في اللاين بيتسمى باسم النقطة اللي بيمر بيها، مش اسمه اكس ايكوال 4؟ فين الفور بتاع الاكس؟ الفور بتاع الاكس هنا صح؟ ايوه اللي هو من تقوم انت عامل لاين من عندها كده. بس يبقى انت كده عملت ايه؟ فاهم حاجة؟ اللاين ده اسمه اكس ايكوال 4. يبقى تاني برضه عشان تبقى عارف الحتة دي عشان هتصادفنا في الفوليومز في الدرس اللي بعده. لما اقول لك اعمل لي لاين اسمه واي ايكوال 4، تيجي من عند الواي 4 كده وتقوم عامل لاين كده. هو ده اللاين ده اسمه واي ايكوال 4 او اسمه اف اوف اكس ايكوال 4. معلش معايا واي اف اوف اكس. ما حصل. طب ايوه واحد ها واحد قال لك اعمل لي اللاين اكس ايكوال 4 بسيطه جدا، اجي من عند الاكس ب 4 وتقوم راسم لي لاين كده، هو ده اللاين اسمه اكس ايكوال 4. تمام. فاهم عمر ولا شاب؟ ايوه فاهم. طيب الحمد لله. بص بقى يا سيدي، فالسؤال كان هيجي لك كده بقى، يعني هو ايه كان هيجي لك الهري ده كله في السؤال. بص هيقول لك ايه؟ find the area bounded by the curve of the function f of x equal x power 2 minus 4 where x is greater than or equal negative 1 and the line او كوما the line x equal 4. تمام كده؟ and the line x equal 4. فتقوم راسم انت عايز الاريا المحصوره بين الكيرف واللاين ده.
كيرف اهو خلاص كده. وممكن يقول لك ايه كمان، اند واي اكس، اند واي اكس، لانه في برضو واي اكسز جاي لي من هنا ماسك الرسمه من هنا. هو يقول لي اند واي ايوه اكسز ليه؟ عشان ما فيش واحد يحسب الحته دي معانا في الاريا، فاهم؟ يعني هو هيحدد لي ده كله، هيقول لي الكيرف باوندد بمين؟ بالفانكشن دي، واكس ايكوال 4 اند واي اكس، او اند نيجاتيف دايركشن اوف واي اكسس، يعني الاتجاه السالب، الاتجاه الميت. انت مع عمر؟ ايوه محظوظ. ده كده السؤال لو جالي كلام انا افهم اللي بيحصل. طب حلو، تعالى بقى يا برنس كده. فهو بقى الراجل طلع جرع وجاب لي مرسومه جاهزه، قال لي الاريا دي بس دلوقتي انا عندي في اريا قصاد الجزء البوزيتيف من الواي، الاريا دي كده قصاد الجزء البوزيتيف اللي هو كل ده، والاريا اللي تحت دي قصاد الجزء النيجاتيف من الواي، صح ولا لا؟ ايوه يبقى كده الانتجريشن مش هيبقى على حته واحده، انا كده اي هاف تو انتجريشنز. الانتجريشن الاولاني هيبقى الليمتس بتاعته منين؟ اولا الفانكشن ثابته في الاثنين، الفانكشن هو الكيرف ده بتاعها، صح ولا لا؟ ايوه صح. الكيرف بتاع اللي هو اسمه اكس بار 2 ماينس 4 في الانتجريشن الاولاني عشان نكون متفقين، وبلس في الانتجريشن الثاني برضه هي اكس بار 2 ماينس 4 دي اكس، ولكن الليمتس هي اللي هتختلف. الحته دي حدودها منين؟ من نيجاتيف 4 لايه؟ سوري، من ايه؟ ناخدها على الاكس اكسس زي ما اتفقنا. حدودك هنا قصاد 0 لحد كام؟ وعامل النقطه دي كام؟ 2 ولا ايه؟ أي صح ولا لا؟ أيوة عامل عندي. عملها على 2. طيب تمام. طب افرض ما كانش جايب لي 2 دي، كنت اجيبها ازاي؟ بسيطه، شايف الكيرف بتاع الفانكشن ده؟ عشان الفانكشن اسمها اكس بار 2 ماينس 4، احنا قلنا لو انا عايز اعرف الفانكشن بتاعتي يعني الكيرف ده قاطع الاكس اكسس بايه، او واخد دي مساوي بزيرو، فاكر؟ لا صح، اللي هي باخد الواي احط بدالها زيرو، او واخد دي مساوي بزيرو على طول، هتلاقي اكس أيوة. بار 2 ايكوال 4، هتاخد سكوير روت، يبقى الاكس ب 2 او نيجاتيف 2. انت معايا ولاش معايا؟ ما حضرت. يعني كده البار 2 بتاخد سكوير روت بوزيتيف اور نيجاتيف، فعلا ايوه هتلاقي الكيرف قاطع هنا عند 2، وهنا لو كان الكيرف كمل كان هيقطع هنا عند 2. انت معايا عمر ولا مش معايا؟ ما حضرت. انا بدي لك اسوء الفروض ان ما جابليش البوينت دي، اقدر انا اجيبها ولا يهمك. انت معايا؟ كيرف عرفنا نرسمه ونمسح ونظبطه، الانترسكشن بوينتس عرفنا اجيبها ولا اي مشكله. انت معايا ولا مش معايا؟ ايوه ما حضرت. كده فاضل لي ان اجيب الانتجريشن، وده ادفع حاجه في الموضوع. خلاص، طب الانتجريشن ده الليمتس بتاعته ايه؟ الحته دي حدودها منين؟ 0 ل 2، ما تقوليش من نيجاتيف 4 ل 0. من تمام، 0 ل 2. من 0 ل 2، ما انا هاخد حدودي منين؟ على الاكس، عشان ايوه اتفقنا ان اكس بار 2 دي ماينس 4 هي اف اوف اكس، يعني هي واي، صح؟ ايوه يبقى حدودك تبقى ايه؟ تبقى اكسات، فدي كده عباره تمام. عن واي، يبقى حدودك على ايه؟ على الاكسات. اوكي. خد بالك الحته دي مهمه جدا. طب حدودك على الاكسات منين؟ الحته اللي انت شايفها تحت دي حدودها في الاكسات منين؟ مش من 0 ل 2؟ اه يا سيدي، ادي 0 ل 2 مش كده كده؟ أي. مش معايا؟ لا ما حضرت. طيب بس هي الحته دي بصراحه منها مدلدله تحت عند النيجاتيف كده، المفروض احط لها ابسولوت ايه؟ ايوه انا متوقع. حلو، الثانيه دي فوق قصاد البوست عشان احط لها ابسولوت فاليو. طب حدودي هتبقى منين؟ في الثانية انا هحط لك رقم هنا بس عشان الخبطك شويه، هنا في 12. قدامك اختيارين، اخلي الحدود بتاعتي من 0 ل 12 ولا اخليها من 2 ل 4؟ رقم التور فور. برافو عليك، لان انا ويات، يبقى عايز الحدود على ايه؟ على الاكسات. أليكس. انت فاهمني؟ فاهمني يا عمر؟ أيوة خد بالك الكلام ده اللي مهم جدا، هينفعنا في الفوليومز الدرس اللي بعده. أيوة طيب فاهم. يبقى دلوقتي عندنا ده، انت حدودك من 2 ل 4، بس المساله بقت بيس اوف كيك، سهله جدا. لان انا هعمل ايه؟ سهله، انتجريشن بقى بالتالي ما فيهاش مشكله التكمله، ولا اكملها؟ لا ما فيهاش مشكلة. خلاص بقى، هتقوم عامل ده يبقى ايه؟ 1 اوفر 3 اكس أيوة بار 3 ماينس 4 اكس، ودي 2 ودي 0، عوض مره ب 2 مره ب 0، والاجابه هتطلع لك نيجاتيف، تظبطها انت تبقى بوست عشان الابسولوت فاليو، وتحسب التاني ده برضو. انت معلش معايا؟ ايوه ما حضرتك. وعلى الكالكوليتور هتجمع الاجابتين على بعض وتطلعها. انت فهمت القصه ماشيه ازاي؟ ايوه عرفت امتى اقسم الاريا ل2 ارياز؟ لو واحده في البوست وواحده في الايه؟ في النيجاتيف. انت معلش نيجاتيف. معايا؟ ايوه لكن ما في حضرتك. المساله اللي قبلها كانت كلها في النيجاتيف،
خليناها الحدود بتاعتنا من حته واحده، كلها في المساله الاولى خالص كانت في البوست، فخلينا حدودنا في حته واحده كذا لكذا على طول. تمام. طيب تعال نبص على المساله اللي بعديها، دي اكزامبل 2. فايند ذا اريا، انت بيبقى عندك في التوقيت اللي هو بعد 11 ده بيبقى عندك دروس ولا حاجه؟ لا طيب خلاص ماشي، عشان بس لو ظبطنا كذا مره كده ناخدها، عشان انا عايز ايه الدرس اللي ناخده ناخد كل الافكار بتاعته ان شاء الله. ايوه ماشي، فاهمني؟ مع عمورة. ايوه معلوم. طيب حلو، بص بقى معايا، لو جينا بصينا على ايه يا سيدي، على المساله بقى اللي بعدها اهي بقى، ابتدى بقى ايه يدخلني في الغميق بقى، مش هرسم لك المساله، ارسم انت باشا. شايف؟ هو ده الشغل بقى اللي بيجي. هو لو هو كده يبقى كريم معاك جدا لو جاب لك المساله مرسوم، هو مش هيجيبها لك بصراحه مرسوم. فاهمني؟ هو هيقوم قايل لك زي ما انت شايف كده. وانت عايش بقى. Find the area of the region bounded by the curve of the function f of x equal x bar 2 plus 4. حلو. دي الفانكشن بتاعتك. طب فيها اي مسح ولا اي حاجه؟ لو قال لك اكس اكبر من حاجه، اكس اصغر من حاجه، يبقى في مسح. زي الحته اللي مسحناها المره اللي فاتت، ما قالش. طيب ناخدها حته حته كده، نرسم دي الاول. دي هرسمها ازاي؟ انا قصتي خد بالك كلها هتبقى في الرسم، لكن الانتجريشن عبيط، صح ولا لا؟ أي دي اكس بار 2 المفروض ان هي عامله كده. انا عندي زيرو عامله كده، اه بس في فاهم بلس 4. هل انت هدخل شايف فوق. براكت؟ لا مفيش براكت، يبقى امشي على الواو فوق وتحت. في براكت اعكس، يعني لو دي جالك كده ركز بقى معايا، ومعاكس الرقم ده تخليه نيجاتيف 4 وتمشي على الاكس، يعني تمشي أي يمين وشمال. انت معلش معايا؟ ما حضرتك اه، لكن انا مش جايب لك براكت يا باشا. خلاص، يبقى انت كده بتشيل على الواي زي الفل، يبقى هتطلع عند 4. طيب لو كان عاوزني امسح حته من الكيرف كان قال لي ايه مثلا؟ مثلا كان قال لي جاب لي هنا مثلا نيجاتيف 3 مثلا، وعمل لي ايه؟ واكس جريتر ذان نيجاتيف 3 مثلا. انا يعني عايز اقول لك نيجاتيف 3، وقف عندها القلم كده وامسح الحته دي وسيب بقيه الكيرف ده. انت معلش معايا؟ ما حضرتك هو ما قالش. خلاص زي الفل، ادي المساله. طيب انا مبدئيا اي كيرف لازم اجيب له الاكس انترسبت والواي انترسبت. الواي انترسبت وقطع عند فوق. طب الاكس انترسبت مش ممكن يبقى فيه اكس انترسبت، لان الكيرف بعيد عن الاكس خالص، الاكس فين ايوه وهو فين؟ خلاص يبقى ما تعبش دماغي بقى وتاخد دي تساوي بزيرو وتقوم طالع لك ايميجنري نمبر، ما توجعش دماغك بقى، هو كده كده مش هينفع. معلش معايا؟ مع حضرتك. طيب طيب تعالى بقى، انت عايز ايه يا باشا؟ انت عايز حدودي منين؟ راجل كويس جدا قال لي عندنا لاينين اكس ايكوال نيجاتيف 1. هو ده لاين؟ اه ده لاين. اكس ايكوال نيجاتيف 1 ده الناس مستهتره فيه، ده ستريت لاين من عند نيجاتيف 1 ونعمل خط. لغاية التو لا ماشي، خط على طول، ده اسمه لاين، ده اسمه اكس ايكوال نيجاتيف 1. طيب ثانيه واحده، لا هو مديني الاكس تكنيكال. اه ما لسه جاي لك اهو، بس ثانيه واحده. طيب والاكس بكام؟ الاكس ب 2. فين اللاين الثاني؟ من عند ال 2. اكس ب 2 ده لاين؟ اه ده لاين من عند ال 2، واعمل لي لاين. انا بكلمك ان الرسمه مش مرسومه وانا برسم. طب انت عايز بقى اي دلوقتي ايه الاريا فين بقى بالظبط في الليله دي؟ انت عايز الاريا تكون موجوده بين الكيرف، ادي الكيرف، واللاينين دول، يبقى الحته دي مش موجوده اكيد، صح ولا لا؟ اي تمام. وفي نفس الوقت ايه، طب ما كده اللاين مكمل لتحت. انا حدد لك، قال لك ايه المفروض هو كان يكتب، كاتب قال لك اند اكس اكسس. مش واحد يقول لك ما هو اللاين نازل لتحت، عايزنا نجيب الاريا دي كلها. انت فاهم حاجه؟ فلازم في الماث تكون دقيق جدا في كتابه المساله، يعني اللي بيوضح مساله لازم يكون دقيق جدا، ما تسيبهالوش مفتوحه. يوم واحد يقول لك ايه، يعني انت بقى عاوزني ان شاء الله اجيب الاريا دي كلها، هجيبها ازاي؟ لحد فين نيجي فين؟ لا، هو الراجل محترم قال لك ايه؟ قال لك لا يا عم، ومحدد لك باكس اكسس. اكس اكسس جاي كده، اه يعني انت الحته دي واكس اكسس امسحها. ابتدت الاريا تبان. ما انت عايز الاريا، صح ولا ايه؟ تمام؟ طيب انا الكيرف بتاعي اولا قصاد البوزيتيف كله، صح؟ تمام؟ طيب هو في ناس يقول لك اقسمها حتتين، اخد من نيجاتيف 1 ل 0 ومن 0 ل 2.
ممكن، بس مش هتفرق معاك كتير. ليه؟ لان الكيرف كله قصاد البوزيتيف، الكيرف كله قصاد واخد ايه؟ البوزيتيف بارت اوف واي اكس. انت معايا ولا مش معايا يا عمر؟ ما هتظهر. يعني مفيش داعي تقسمها اثنين، لو قسمتها اثنين هتطلع نفس الانسر. يعني في ناس يقول لك هاخد حدودي من نيجاتيف 1 ل 0 وبعدين ارجع اخد من 0 ل 2، مش غلط، وهتطلع نفس الاجابه على فكره. بس اي ليه يعني وجع الدماغ طالما هي كلها في البوزيتيف؟ ما ممكن ناخدها مرة واحدة. مش طالبه يعني. طيب يبقى انا كده حدودي خلاص من نيجاتيف 1 ل 2 حدود على الاكس، تمام؟ والكيرف بتاعنا ايه؟ الكيرف بتاعنا يا باشا اللي هو اللي هو اكس بارت، اكس برتوب. مشو. تمام؟ طيب خد بالك عمر، عايز افهمك حاجه برضو مهمه جدا. طيب هو الاكس اكسس ده كان فانكشن، الاكس اكسس هو ده كان فانكشن، كان فانكشن. الاكس اكسس ده اصلا اسمه واي ايكوال زيرو، عارف ليه؟ لانه بيمر من عند الزيرو بتاعت الواي. انت معايا ولا مش معايا؟ ما يعني واحد سالك قال لك الاكس اكسس ده كان فانكشن، قول له كان فانكشن اسمها واي ايكوال زيرو او اف اوف اكس ايكوال زيرو. ليه بقى؟ انا عايز افهمك حاجه مهمه قوي. المفروض الاساس في الارياز، ركز في الكلام اللي بقوله جدا، اندر ذا كيرف ده المفروض ان انا اعمل الفانكشن اللي فوق ماينس الفانكشن اللي تحت. ايه الكلام ده؟ يعني المفروض ان انا اعمل الفانكشن دي اللي هي اكس بار 2 بلس 4 ماينس الفانكشن اللي تحت اللي هي الاكس اكسس اللي هي اسمها ايه؟ اف اوف اكس ايكوال زيرو. ده المفروض لو انا سميتها حتى جي اوف اكس، عشان بس تبقى فانكشن تاني. انا بعرفك ايه الاساس تاني. المفروض ان انا جاي لي اريا كده عايز تحسبها صح بقى ماتيماتيكالي، المفروض ان انا بعمل الفانكشن اللي فوق دي ماينس الفانكشن اللي تحت دي. فاهم حاجه؟ ركز الشريحات دي هتفعل في المسائل اللي بعد كده. طب يا الفانكشن اللي فوق لها رول؟ لها رول اكس بار 2 بلس 4. الفانكشن اللي تحت لها رول؟ لها رول جي اوف اكس ايكوال زيرو. فالمفروض ان انا في الاساس اقول اكس بار 2 بلس 4 ماينس زيرو، دي الفانكشن اللي فوق ودي الفانكشن اللي تحت. انت فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ بس احنا طبعا لكن مش هنقعد نقول ماينس زيرو بقى، بنستسهل انهم قايلين وخلاص، طالما في اكس اكسس خلاص مش لازم اعمل بقى ماينس زيرو. بس ده الاساس. ليه بقى؟ لان هيجي لنا بعد شويه الفانكشن اللي فوق عامله كده والفانكشن اللي تحت ممكن تلاقيها عامله كده، مش اكس اكسس لا، فدي فانكشن ودي فانكشن هيتعملوا ماينس بعض غصب عننا. انت فاهمني ولا مش فاهمني؟ خد بالك من الحاجات دي مهمه جدا. طيب نرجع بقى لمسالتنا يا باشا، ماشي؟ طيب خلاص بقى بقت سهله كده بقى، هم قايل له دي اكس هنا مش هكمل الانتجريشن بقى، انت فاهمه ولا اكمله؟ يا عمر الو، فاهم هو الصوت انا كان يهمني كده، الرسمه. الصوت كان لا ماشي، انا يهمني ايوه الرسمه انت فاهم. كده، اكمل الانتجريشن ولا مش عاوزه؟ لا كده تمام. تمام بقى، هتعمل دي الانتجريشن وعوض مره ب2 مره بنيجاتيف 1 والشغل المعروف، تمام؟ طلع الاريا. يبقى القصه، ايوه القصه كلها بس في الرسمه وانك تكتب الانتجريشن. فانا هتعامل معاك على كده. تعالى بقى دلوقتي شوف اللي بعدها بطل، اللي هي ايه؟ اللي هي جايب لي المساله اللي بعديها. فايند ذا اريا اوف ذا ريجون باوندد باي اف اوف اكس ايكوال اي باور اكس. طب هي اي باور اكس دي لها رسمه؟ لها رسمه. خد بالك الاكسبوننشال فانكشن اي باور اكس 2 باور اكس 3 باور اكس اي حاجه في الدنيا باور اكس فرسمتها عامله كده من عند الوان هنا، بتعملها كده زي البارابولا، بس هي بتكمل هنا وتطول هنا لحد ما تقرب من الاكس اكس. فاهم حاجه؟ الرسمه دي بتاعت اي حاجه باور اكس، اي باور اكس 3 باور اكس 4 باور اكس. انت معلش معايا، ما خد حضرتك. بالك عشان الكلام ده مهم جدا. طيب لكن لو جالك بقى، لو جالك الرسمه دي بتاعت اي باور اكس و3 باور اكس و4 باور اكس، لكن بالمره بقى افرض كانت جايه لك 1 اوفر 3 باور اكس فراكشن كده باور اكس، او جايه لك 3 باور نيجاتيف اكس يعني الباور نيجاتيف، او جاي اللي تحت الباور ده اللي هو البيز، جاي البيز بتاع ده جاي فراكشن، فالرسمه مش هتبقى كده، الرسمه هتبقى عامله كده، هتبقى من عند ال1 بس بصه كده. فاهم حاجه؟ ده لو فراكشن او نيجاتيف. لو البيز بتاعك فراكشن او الباور نيجاتيف،
سواء كده او كده، بارنيز جاي. تعرف الرسمه تبقى عامله كده بس الناحيه، ومن عند الوان برضه. طب اشمعنى الوان ده يعني؟ قال لك هقول لك ليه من عند الوان. اشمعنى دايما تيجي من عند الوان؟ لان اصلا هنا في زيرو، صح؟ صح؟ أيوة. فلو انت عدت عن الاكس زيرو هنا، مش تبقى اي باور زيرو، واي حاجه في الدنيا باور زيرو ايكوال 1؟ يعني لو دي اي باور اكس، 3 باور اكس، لو انت حطيت بقى الاكس زيرو، مش بقت 3 باور زيرو ايكوال 1؟ اي باور زيرو ايكوال 1، اي حاجه باور زيرو ايكوال 1. عشان كده دايما بتيجي من عند الوان. تمام؟ يبقى احنا كده رسمنا له الفانكشن الاولى اللي هو ايه؟ find the area of the region bounded by the curve of the function f of x equal e power x. اه طب كده بس وخلاص؟ لا اكيد في حاجه ثانيه. and two straight lines x equal 0. طب احنا اتفقنا عشان ما نوجعش دماغنا. x equal 0 ده لاين؟ اه لاين. نقوم مدورين على الزيرو بتاع الاكس ونعمل عنده خط. فين الزيرو بتاع الاكس؟ أي اعمل عنده خط في الواي اكس. فاهم حاجه؟ تمام أي يبقى اللاين اكس ايكوال 0 هو الواي اكس. اللاين اكس ايكوال 0 نعم هو الواي اكس. واللاين واي ايكوال 0 هو الاكس اكس. فاهم عمر حاجه؟ مش فاهم. أيوه فاهم تمام حلو. طيب هو ما قاليش واي ايكوال 0، قال لي اكس ايكوال 0. طب اللاين الثاني بيقول لي ايه؟ يلخبط لي يعني، جايب لي لين مش لين، اكس ايكوال لين 3. انا ماليش دعوه انت جايب هنا ايه، انا يهمني انت بتقول لي الاكس بكام؟ بلين 3. ندور على لين 3 على الاكس ونعمل من عندها خط. فين اللين 3؟ اللين 3 هتلاقيها هنا ممكن عندي، مش لازم اجيبها بدقه يعني، احسبها في اي حته، ممكن تحسبها على الكالكوليتر، في زرار للين اصلا بس مش محتاجه. انا الفكره ان انا برسم رسم كروكي، رسم كروكي او جنرال كيرف او سكتش، زي ما انت بتعمل في الكالكولس سكتش ذا كيرف. اكيد خدت انت سكتش اي سكتش ذا جنرال كيرف. اي انا يهمني الشكل العام للرسم عامل ازاي، مش عايزه بمنتهى الدقه يعني. انت معايا؟ يعني لو واحد حط لين 3 هنا ماشي، عايز تحطها هنا ماشي، مش فارقه. المهم ما تجيش تحطها لي هنا، دي لين 3 بالبوست، ما تجيش تحطها لي انت هنا بقى في الحته دي، تقول لي ما احط، انت قلت لي احطها في اي حته. لا يا عم، هي لين 3 حطها في الجزء البوست. انت معلش معايا؟ نعم حضرتك حلو. واحنا اتفقنا اكس ايكوال لين 3 ده كان لاين، اه ده كان لاين. شوف اللين 3 فين واعمل مع ده خط. وانت بتقول لي الكيرف باوندد باي او الاريا باوندد باي الكيرف واللاين، يبقى الحته دي ملهاش وجود، الحته دي من الخط همسحها. تمام؟ اه طب لازم يكون محدود بحاجه كمان. اه كده انا ايه اتكلمت كده في المنطقه دي كلها، ادي الكيرف وادي اللاين. انت عايز الاريا بتاع المنطقه دي كلها وانا نازل على تحت كده؟ لا ثانيه واحده، لازم يقول لي اكس اكس. اه اكس اكس يعني لحد هنا. تمام. طيب ما قالش واي اكسس كمان؟ هو المفروض كان قال كمان اند واي اكسس. لا ما هو قايل صحيح، شو قال لنا في لاين اسمه واي ايكوال 0؟ نسينا الحته دي. شو قال لنا في لاين اكس ايكوال 0؟ يعني عايز يقول لي ايه؟ ان ده معاك في الحدود، صح؟ مع عمر. ايوه وده حضرتك والاكس اكس يعني هي الحته دي من الاخر، يعني بتبقى باينه يعني، صح ولا لا؟ كده طالما احنا حددنا النقطه بتاعتنا مفيش مشكله. يبقى انا المفروض الفانكشن بتاعتي او الاريا بتاعتي اجيبها ازاي؟ المفروض بصراحه هي الفانكشن اللي فوق، ما انا سيبها الفانكشن اللي فوق دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ دي ال اف اكس دي ال اي اكس اللي اف اكس ايكوال اي باور اكس، صح؟ المفروض فين الفانكشن اللي تحت؟ المفروض هرسم لك رسمه لوحدها بره، الرسمه بتاعتي المفروض انها عامله كده، صح؟ ما يرضي الله بقى، المفروض ان انا اعرف اسم الفانكشن دي ايه ودي اسمها ايه ونعملهم ماينس بعض. ده الاساس. دي اسمها ايه؟ اسمها اي باور دي اكس. اف اكس دي باور ودي اكس اسمها ايه يا معلم؟ ده الاكس اكسس اسمه ايه؟ لو سميناه جي اوف اكس اكس، جي اوف اكس ايكوال ايه؟ زيرو زيرو. والاكس اكسس كان فانكشن بس بتساوي زيرو، لانه اصلا هو عباره عن واي ايكوال زيرو. والاكس اي اكسس اسمه واي ايكوال زيرو، والواي اكسس اسمه اكس ايكوال زيرو. فمعنى كده طالما الاكس اكسس ده كان اسمه واي ايكوال زيرو، يبقى هو كان فانكشن اسمها بتساوي زيرو. فالمفروض ده بقى الصح ماتيماتيكا، المفروض هنا الكيرف بتاعت عايز الاريا دي، شوف الفانكشن اللي فوق والفانكشن اللي تحت، دي اي بار اكس دي زيرو، اعملهم ماينس بعض. واخد بالك؟ فاحنا بنستهتر بزيرو ده نقول ايه؟ احنا هنعمل انتجريشن وخلاص بتاع الاي ايوه بار اكس وماينس زيرو ملهاش لازمه. طب معلش معايا، ما طب حضرتك حدودنا منين يا عمور؟
ال لين 3 و R0 يعني مين اللي اكتبه هنا؟0 صح، الصور ده. اوعى تقول لي لين. من 0 ل 1، ها؟ لا 0 ل 1 ده على الواي، احنا شغالين على الاكس. تعالش معايا ما حضرتك بس، تقوم مطلع لك الكالكوليتر. طبعا انت عارف ايه ان الانتجريشن بتاع اي باور اكس هي اي باور اكس، صح؟ ايه هي وتعوض بلين 3 ولا، فانت لما تعوض هتبقى اي باور اكس. لما تيجي تعوض بلين 3، اي باور لين 3 اصلا الاي بتشيل اللين اصلا، ايوه ايه يعني تطلع 3 بس كده يعني. خلاص تعوض مره بال1 وخلاص. تعالى نشوف اللي بعدها. لما تتعب قول لي، لان هو مش هيخلص من مره واحده، خد بالك. اه ما عارف لان هي افكار كتير، وانا بصراحه مش عايز اسيب لك ان شاء الله ولا فكره. ليه ايه بقى مش عايز اسيب لك ولا فكره؟ ليه؟ لان ده هيريحنا جدا في الفوليومز لما نيجي ناخدها. انت معلش اي معايا؟ ما لو فهمت ده كويس جدا، لما نيجي ناخد الفوليومز، الفوليومز هي نفس الحوار، بس هيبقى فيها كلمه باي وفيها باور. يعني برضه الفانكشنين اي هيتعملوا ماينس بعض، زي ما احنا بنقول اللي فوق ماينس اللي تحت وبتاع، او الكبيره ماينس الصغيره، بس هيبقى فينا بقى باور 2 كده بتاع، وفينا باي كده. فهمت؟ يعني هيبقى ايه؟ أي. طيب ماشي. المهم نرجع لمسالتنا. طب شو المساله اللي بعدها؟ قال find the area of the region bounded by the curve of the function power 2. كده بيراجع لنا على الكيوبيك فانكشن. الكيوبيك فانكشن دي يا باشا كان نظام ايه؟ كان بيقول لك الاكس باور 3 دي لما رسموها مسامر، مش احنا قلنا الباور 2 بتبقى بارابولا كده لو هي بوزيتيف، بارابولا كده لو هي نيجاتيف. قال لك لو هي اكس بار 3 يقول لك امسح البارت ده والبارت ده، هي دي رسمه اكس بار 3. بتبقى في الكوادرنت الاول والكوادرنت الثاني، انت عارف ان ده الاول ده الثاني ده الثالث ده الرابع. لو هي نيجاتيف اكس بار 3 الرسمه اهي، لا امسح ده وامسح ده. فاهم حاجه؟ تمام تحس حتى ايه؟ ان هي لو اكس بار 3 تلاقيك انت سبت الجزء البوزيتيف اللي هو هنا ومسحت النيجاتيف. لو انت نيجاتيف اكس بار 3 انت سبت الجزء النيجاتيف ومسحت البوزيتيف. طب معلش معايا. ايوه ما حلو. حضرتك طب تعالى نخش بقى على المساله بتاعت طيب التحركات ايه نظامها بقى؟ تحركات ايه نظامها؟ الشيفت والكلام ده. واقول لي ايه؟ 1 ماينس اكس بار 3. طب ما تعدلها لنا كده، عم تعدلها لنا ازاي؟ دي اصلا كانت نيجاتيف اكس بار 3 بلس 1 ولا ايه؟ عمري اسال نفسي هي دي اصلا كانت بتترسم واحده واحده بقى كده، اسال نفسي البيرند بتاعها. يعني لو هي نيجاتيف اكس بار 3 ومفيش ال1 ده، كانت عامله كده، وهمسح انا الحتتين دول ولا ايه؟ ايوه صح؟ ماشي صح ولا لا؟ ايوه امسح عشان دي نيجاتيف اكس بار 3 كنت حطيت لي 1 هنا، يعني انت عايز ايه؟ مش ده مش براكت، يبقى لو في براكت كنت عكس الاشاره دي خليها نيجاتيف 1 امشي يمين وشمال. ايوه لا ده 1، يبقى انت هتطلع فوق 1، يعني النقطه دي اللي هي البوينت اوف سيمتري هتطلع فوق 1 هنا، وبناء عليها الدراعين شغالين معاها. حلو يا باشا، يبقى الرسمه بتاعتي بقت كده. هي دي الرسمه بتاعتي الفانكشن اللي هو 1 ماينس اكس بار 3. انت معلش معايا؟ بعد حلو قوي. بس احنا اتفقنا اي فانكشن يفضل او مش يفضل، ده لازم بقدر الامكان اجيب الاكس انترسبت والواي انترسبت. حلو. قبل اي كلام يعني لازم بعد ما ارسمها اشوف اكس انترسبت كام وواي انترسبت، عشان اريح جمجمتي من ايه؟ من الحدود بتاعت الانتجريشن. تمام ولا مش معايا عمر؟ ها؟ ما حضرتك طب ماشي، طب الواي انترسبت معروف اهو 1. طب الاكس انترسبت احنا عارفين نجيبه ازاي؟ حط الواي بزيرو. فين الواي؟ الواي اللي هي اف اوف اكس، حط دي وقفت بزيرو. فيكس يعني من الاخر هاخد دي سواب زيرو، ما اف اوف اكس يعني بزيرو، مش عارف اكتب بقى 0 ايكوال 1 ماينس اكس بار 3، فنحط دي ايوه بزيرو من هنا يا عم وخلاص. خلاص. طب انا ممكن انقل دي الناحيه الثانيه بدل ما انقل ال 1، اكس بار 3 ايكوال 1 ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ ايوه خد الكيوبيك روت. معلش انا عارف ان درس مرهق بس ايه؟ معلش عشان بس اصل انت تعتبر بتاخد، انت بتاخد منهج السنتين. انت عارف ما انا شفت الارهاق في الدرس ده في ايه؟ هو شفت لما انا قلت لك على الواتساب الدرس عبيط؟ الدرس عبيط للي عارف رسم الفانكشن ده السنه اللي فاتت. انت اللي ارهقك فيه ايه؟ ان انت بنعرف لسه رسمه الفانكشن. انت معلش معايا؟
بس بس انا خلاص فاهم. مجرد ما انت عرفت رسومات الفانكشنز خلاص شكرا. انت فاهم عمر، انت مع الدرس ده انت ايوه بتدرس تانية مع تالتة. انت معلش معايا. ايوه ما هو حصل طبعا مش ذنبك بقى طبعا، لما الكورونا جت والدنيا وقفت كلها مش مشكله يعني، مش ذنب يعني، معلش عادي لا قدر الله ما شاء فعل. بس انا بتكلم على حاجه، احنا بقى وظيفتنا انا مدرس ان انا ايه الحته بتاعت تانية دي اقولها لك تاني، ما هي دي القصه اللي في الموضوع. معلش معايا. طيب حلو، يبقى انا كده جبت الاكس انترسبت بكام يا باشا؟ فين بقى الكيرف بتاعنا؟ اكيد يعني هتبقى الحته دي، بس نشوف برضو نامن على كلامه ولا يكون في حته تانيه ولا حاجه. قال لي ايه؟ ما ممكن استعجل، اقول هي دي بقى اللي هو عاوزها. لا يا باشا انا راجع برضو على الباوندري والحاجات اللي قايلها، هو محدود بايه؟ يعني ما نستعجلش ما نستعجلش. طيب يعني انت ما تزعلش عمر، الحاجات دي انت فايتاك لان هو مش ذنبك، دي حاجه من عند ربنا يعني، الكورونا دي ايوه جت على ايوه العالم كله مش علينا احنا بس يعني. طيب تعالى اه بقى نبص دلوقتي. شوف بقى الحاجات الوجيه. ده الكيرف بتاع 1 ماينس اكس بارت اللي سميناه. طب واي ايكوال 0، واي ايكوال 0 انت تقصد بيه الاكس اكس، ماشي حلو مرسوم جاهز اللي هو ده ماشي. طيب وايه تاني؟ اكس ايكوال نيجاتيف 1، يعني اجي من عند النيجاتيف 1 واعمل لاين ولا ايه؟ صح؟ ايوه مش اكس ايكوال نيجاتيف 1، عند النيجاتيف 1 واعمل لاين. تمام، وطبعا اكيد يعني طالما انا في الحته دي يبقى دايما مسموحه بقى. يبقى انا كده عمال الحدود تظهر اهي، ادي الاكس اكسس، ادي الكيرف بتاعنا، الدنيا عماله تظهر صح؟ ادي اللاين اللي هو اكس ايكوال نيجاتيف 1، بالتالي كده مفيش اي كلام تاني بقى ولا ايه؟ لا نكمل نامن برضو على، احنا كده لحد كده دلوقتي مظبوط، بس نامن برضو نشوف عايز ايه تاني. اكس ايكوال 2، هو بيديني الاكس كوال 2. اكس ايكوال 2 يعني معناها يا باشا ما توقفنيش عند الحته دي كمان، لا ده اكس ايكوال 2 يعني تعالى من عند ال 2 واعمل لي لاين. وده داخل معاك الكيرف ايه؟ الاريا محصوره بين الكيرف وبينه، يعني الكيرف مكمل كده المفروض. كفايه لحد كده بقى. اكس ايكوال 2 يعني كده. طب معلش معايا. مع حضرتك ومع الاكس اكسس برضه هو ممتد معايا، الاكس اكسس ممتد معايا، يبقى انا عايز من الاكس اكسس الحته دي، عايز الكيرف بتاعنا اهو، عايز حدودي من 1 ل 2 كده. احنا رسمنا رسوم ايه؟ ممكن اشيل انا بقى الحاجات الزياده دي عشان ما تلخبطنيش. يبقى انت عايز كده 2 ارياز، ادي اريا وادي كمان اريا صح؟ لا وانا كده امنت نفسي، امنت نفسي باني ايه؟ باني جبت الاكس انترسبت والحاجات دي كلها وظبطت نفسي، مهمه جدا. انت معايا؟ خلاص القصه كده مش فيها اي كيمياء بقى. انا عندي الاريا الاولى اهي اللي هي من كام؟ حدودها منين اللي فين؟ قول لي انت بقى. الريال الأولانية من نيجاتيف 1، من نيجاتيف 1 تحت وال1 فوق، من نيجاتيف 1 لايه؟ ال1 الكيرف بتاعك برضو المفروض اقول اللي فوق ماينس اللي تحت. اللي فوق ده اللي هو كان اسمه ايه؟ اسمه 1 ماينس اكس بار 3. اسمه طب واللي تحت أي كان اسمه ايه؟ اللي هو 0. حلو، يعني المفروض 1 ماينس اكس بار 3 ماينس 0، مش لازم بقى ماينس 0 خلاص كده؟ بس 0 بقى معلش معايا. طيب تعالى ايه ما تعالى حضرتك على الثانيه، الثانيه المفروض اقول اللي فوق ماينس اللي تحت، يعني اقول ايه؟ 0 ماينس الكيرف بتاعنا اللي هو 1 ماينس اكس بار 3. طب معلش معايا ركز بقى عشان الحته دي مهمه. انا عندي دلوقتي من 1 ايه ل 2. محضر. طب واحد يقول لك ايه؟ طب ثانيه واحده، انت بتقول لنا الكيرف ده من هنا حته مهمه قوي يا عمر. ده 0 وده 1 ماينس اكس بار 3 صح ولا ايه؟ واحد يقول لك طب انا اقول 0 ماينس 1 ماينس اكس بار 3 ولا اقول 1 ماينس اكس بار 3 ماينس 0؟ طب انا اعرفها ازاي؟ قال لك بسيطه جدا، انت ممكن تعمل تيست صغير خالص. ما خد بالك اصل انا مش شرط دايما اللي فوق ماينس اللي تحت، لو اقول لك الفانكشن الكبيره ماينس الصغيره. طب انا اعرفها ازاي بين الكبير والصغير؟ هو بالحجم يعني؟ لا قال لك بص خد بوينت هنا كده بين 1 و 2 ولتكن 1.5. تاني تمام معاك مش خد بوينت هنا ولتكن ايه؟ 1.5 مثلا. 1 بوينت ماشي معايا؟ المفروض ان انا اعوض بيها في الفانكشنين خلاص؟ لو انت عوضت بيها، لو انت عوضت بيها في الفانكشن تو فانكشنز
1.5 تيجي تعوض بيها هنا هتلاقي الاجابه زيرو، يعني دي كونستنت فانكشن. لما تيجي تعوض بيها هنا هتلاقي الاجابه نيجاتيف. معلش معايا. لا معلوم. فالمفروض بصراحه ان انا اقول ايه؟ المفروض ان انا اقول زيرو ماينس ال 1 ماينس اكس بار 3. طب من زيرو ماينس 1 ماينس اكس بار 3 المفروض يديني نيجاتيف 1 بلس اكس بار 3، صح ولا ايه؟ مش معايا. لا ما هعرف والله، بس بجمع. تاني هو المفروض اقول اللي فوق ماينس اللي تحت، او الكبيره ماينس الصغيره. فهم من الاخر هربوا من الحته دي بايه بقى؟ قال لك بدل ما نوجع دماغ الطالب او بدل ما نوجع دماغنا ونقعد نقول اللي فوق ماينس اللي تحت والنيجاتيف هيقلب الساينات، عشان كده اخذ راح زيرو هو قال حطها لك بره. اه انا قال لك بص قال لك لا ما هو زيرو ملوش لازمه، بس انا كده بالماينس دي كانت هتضر الساين، فالمفروض اعمل كده. قال لك طب ما انا بدل ما اعمل الحوار ده يا عم ما نخليها عادي، خليها عادي على ان 1 ماينس اكس بار 3 ماينس 0. انت معايا؟ يعني 1 ماينس اكس بار 3 عادي جدا، بس نبقى نحطها في ابسولوت فاليو. عرفت ليه بقى هم حطوها في ابسولوت فاليو؟ انت معايا يا عمر؟ يعني مش عايز تقول الحوار بتاع 0 وماينس 0 وماينس اكس ساينز والشغل ده، اعملها عادي 1 ماينس اكس بار 3، سيبك من 0 خالص بس بحطها في ابسولوت ايه؟ ابسولوت ماشي. فاليو. تمام؟ يبقى عشان نبقى متفقين الفانكشن اللي جايه دي هتتعمل مره انتجريشن في الحاله دي، بس مش هتتحط في ابسولوت فاليو. ومرة الحاله اللي تحت دي في هتتحط برضه 1 الثانية دي ماينس اكس بس بار 3 زي ما هي يا باشا، بس يبقى ابسولوت ايه؟ فاليو. بلد انت معايا ولا مش معايا؟ ما حضرت. طيب انت بقى هتحاول لي في ايه؟ هتحاول لي تحل لي حتى في الاكسرسايز على الافكار دي بس. تاني تمام يعني هتحل لي ايه؟ ما ماشي. تتطرقش للافكار اللي هي يا عمر، ما تخشليش في الافكار بتاعت اكس بار 3 ماينس 4 اكس اللي بعدها دي، اللي هي الثيرد ديجري ماشي فانكشن، طيب، ولا الفانكشنز أحل اللي فيها أحل روت. اه ولا الفانكشن اللي فيها روت، في عندك فانكشن فيها روت اللي هي اكزامبل نمبر 9 دي، هتقلب سيركل وسيمي سيركل وحاجات زي كده ماشي. وفي فانكشنين مع بعض اللي هي اكزامبل نمبر 12 دي فوق ودي تحت. انت حل لي بس ايه طيب لحد في يعني حل لي في البيت انت على الافكار اللي اتكلمنا عليها دي، ان لو جالي ايه الفانكشن فيها باور 2 فيها باور 3 فيها ايه باور اكس. انت معايا؟ تمام. اوكي. والله لو عرفت تحل، لو عرفت وانت بتحل صدفك واحده من اللي بقول لك عليهم دول وعرفت تجيبها ماشي، ما عرفتش كده كده احنا ممكن ايه نقولها في مره تانيه. ماشي؟ انت عندك حاجه يوم تمام الخميس؟ ماشي. خميس نفس الميعاد ده؟ اه بالليل برضه. لا ما عنديش. طيب ماشي ماشي، ممكن لو حد لغى ممكن اخليها بدري عن كده شويه، بس انت بقى برضه الميعاد اللي ماشي. بيتهيألي مش وحش يعني، صح؟ لا مش فاكر. ها؟ لا لا هو حلو في حاجه ان انت حتى لو وراك حاجات عايز تذاكرها تكون انت خلصتها مذاكره بتاعه، انت فاهمني؟ ايوه. وتكون برضه لحقت حليت شويه. انا كنت فكرت ان انا ادي لك بكره بالليل، بس كنت عايزك تبقى حالل شويه صراحة، يعني عايزك تحلل شوية طب عشان انا كده. ايوه انا كده احل ايه بالظبط؟ احل اني بالظبط دي عشان ابقى معلم يعني. أنا بصراحة مش معاك كتاب الإكسرسايز يا عمر، بس أنا قاعدة أشوف الإكسرسايز أنت بادئ لي على تمام الواتساب. كتاب الاكسرسايز قعدت ادور عليه. يعني مثلا عندك انت ممكن عندك كل اللي في كويشن 1 ده ممكن يتحل، وكويشن 2 ممكن يتحل اللي هو كله رسومات ده ما فيهمش اي شغل. تمام تمام؟ واللي تلاقيها مكرره يا عم مش عايز تعملها ما تعملهاش. ماشي. طيب وفي عندك برضو، بص عندك في كويشن 2 سريعة كويشن 2 اه في عندك برضو في كتاب الاستاذ كويشن 2 انت ممكن معاك لحد رقم كام؟ معاك لحد بتاعت الروت دي لحد نمبر 8. مش معايا لغاية انت؟ رقم ها؟ question 2، question 2 لغاية رقم 8. ايوه. وعندك السؤال الرسومات اللي فوق دي كلها ممكن تتعملها بقى خلاص، ايوه وسيب بقى ماشي. حتة اللي فيها روت روت دي كلها سيبها دي، ناخدها والفيها فراكشن والفيها الشغل ده سيبها دي لما ناخد بقية الأفكار إن شاء الله.
معلش تمام معايا، ماشي هو فاهم بيج كام معاك. عندك في كتاب الاكسرسايزز؟ 138 ده اللي هو ال 137 باين صح؟ 37 ده الرسم، ده اللي فيه الرسم. اه يبقى انت هتقول لي 137 و138 تاخدها لحد كويشن 2 نمبر 8. كويشن 2 نمبر كام قلنا؟ نمبر 8. اه معايا يا عمر؟ ايوه تمام؟ هتحاول انت بتقول بقى تحلهم ان شاء الله، ويوم الخميس نشوف ايه اللي وقف معاك وناخد بقيته. ماشي كده؟ معايا؟ ماشي طيب ماشي يعني كده ده مفهوم على كده تمام؟ لحد دلوقتي ايوه ايوه اللي انا قلتهم دول فيهم اي مشكله؟ لا يبقى انت، انا بس النهايه دي قلنا الفانكشن هي هتاخدها زي ما هي 1 ماينس اكس بار 3، بس لو انت في الجزء البوزيتيف خليها زي ما هي كده، لو انت في الجزء النيجاتيف اللي هي الحته بتاعتي هتحطها في ابسولوت فاليو وبينهم بلس عادي جدا. تمام يا عمر؟ انت ايوه معايا؟ تمام ايوه تمام ها؟ مع حضرتك مع طيب ماشي حضرتك. طيب.